ومع استمرار تعنت السلطات القطرية وتصعيدها العسكري ومساعيها لتدويل الأزمة، وصلت أعداد جديدة من القوات التركية إلى قاعدة عسكرية في الدوحة. هي الدفعة الخامسة التي تصل الدوحة من القوات التركية منذ إسراع أنقرة بإقرار تشريع يجيز إرسال مزيد من الجنود للانتشار هناك. هذا وقد أعلنت القوات المسلحة القطرية في بيان لها عن وصول الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية إلى دولة قطر. تأتي هذه الإجراءات القطرية بذريعة التدريبات المستمرة بين الدوحة وأنقرة بموجب اتفاق وقعه البلدان في 2014، إلا أن محللين عسكريين يقولون إن تدفق هذه الدفعات المتواصلة من القوات التركية إلى قطر يأتي في إطار سعي الدوحة لتدويل الأزمة والاستقواء بالقوات الأجنبية وتأزيم الأوضاع، إضافة إلى عسكرة الأزمة السياسية لتغييب الوصول إلى حلول.